وفي إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، يلتقي فريق الأهلي نظيره سموحة في الثامنة إلا ربعا من مساء اليوم على استاد بتروسبورت. يتطلع الأهلي للفوز لتأكيد استفادته من معسكر الإمارات الذي خاض خلاله مبارتين وديتين أمام دبي والصفاقسية التونسي. وسيختبر المارد الأحمر مدى سلبية أو إيجابية فترة التوقف التي استمرت أكثر من شهر بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي. ويمتلك الأهلي 9 نقاط في المركز الثامن من 4 مباريات. وفي المقابل يدخل سموحة اللقاء وفي جعبته 9 نقاط في المركز التاسع بجدول المسابقة من 7 مباريات.